الحلقات، حيث الإثارة، حيث التحدي في كل أرجاء ميدان المرموم. تسير انطلاقة أخرى وشوطنا التاسع يسير أيها الحفل الكريم، معلنا عن تواصل أشواط هذا الصباح بقوة وأداء جميل. التوفيق لكل الأخوة المشاركين والمضمرين. هناك البداية الأولى لمجريات وناموس هذا الشوط التاسع الخاص بالأبكار المحليات الأصايل. البداية تسير المسك في المركز الأول، عبد الله بن خلفان، عبد الله بن خلفان بن بخيت المزروعي هو الآن من يتقدم نحو المركز الأول، بينما المركز الثاني في هذه اللحظات تسير شواهين محمد بن مطر بن سيف بن لاحج الهاجري يحتل المركز الثاني، أما لهب في المركز الثالث، تعود الملكية المبارك بن خميس بن محمد بصوب الاجتبياتي يحتل المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع، ننتقل مباشرة إلى المركز الرابع، وهنا تغرو وصلت احتلت المركز الرابع، تعود ملكيتها لسالم بن راشد بن حمد بن غدير. أما المركز الخامس، المركز الخامس من الجانب الآخر، هناك تواجد في هذه اللحظات على خامس المراكز، المركز الخامس مشاهدينا الأعزاء، نسير إلى تواجد الذيبة سالم بن علي بن راشد الغيلاني. والمركز السادس، النقلة التالية نحو المركز السادس، وها هو مشاهدينا الأعزاء من خلال هذه اللحظات شعار المركز السابع. من خلال هذه اللحظات مشاهدينا الكرام نتابع في الانطلاقة التالية، وهنا تدخل آخر على المركز السادس في هذه اللحظات من خلال الوصول، و عبد الله بن ثعيلب الهاجري يحتل المركز السابع، المركز الثامن، المركز الثامن هناك شعار بالحلوس يتواجد، وها هي الوثبة عبيد بن حلوس العامري في المركز الثامن، بينما المركز التاسع نقلتنا مباشرة إلى تواجد وانطلاقة الخوارة سالم بن خلفان بن حمد الحافري يحتل المركز التاسع، بينما المركز العاشر اللي وصلت الآن وخذت المركز العاشر اليمامة لعلي بن مبارك بالقرين العام عمري من يحتل المركز العاشر. هكذا النتيجة أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة في هذه اللحظات. نسير ونتابع مع حضراتكم انطلاقة هذا الشوط. نعود مشاهدينا الكرام إلى مسار الشوط، ونعود إلى التحدي الأول والمراكز الأولى المتقدمة في هذا اللقاء. ياتي باللاحج على صدارة الشوط مع شواهين محمد بن مطر باللاحج الهاجري يحتل الصدارة الأولى، مياسة في المركز الثاني، عبد الله بن ثعيلب الهاجري يحتل المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء في هذا الانطلاق وهذا التواصل وهذه اللحظات الجميلة. أما المركز الرابع هناك تواجد واحتلال من المركز او المركز الثالث، نقلتنا مباشرة الى ثالث المراكز، وهنا في المركز الثالث مشاهدينا الاعزاء ياتي شعار بصوب مبارك بن خميس بصوب الاجتبي يقدم لنا لهب من تحتل المركز الثالث. اما المركز الرابع، المركز الرابع في هذه اللحظات تواجد وانطلاق على المركز الرابع ياتي من خلال تواجد واحتلال هذه الذي صار تغيير من خلال تواجد شعار عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري غير وخذ المركز الرابع، المركز الخامس يا سلام يا شدي واصل مع الطيارة، الطيارة حمد بن نافع الشدي المنصوري في المركز الخامس، المركز السادس وصل شعار العفاري وهذه الوثبة واصلة، عبد الله بن هلال بن مبروك العفاري يحتل المركز السادس، المركز السابع وصل الآن مشاهدينا الأعزاء مع هنا مشاهدينا الاعزاء سلهوده محمد بن سعيد بن حليس الزرعي ثامنا، المركز التاسع شعارك النيادي واصل مع نعايم سعيد بن راشد بن عبيد النيادي يحتل المركز التاسع، والمركز العاشر وصل بن دري من خلال هذه اللحظات، ودانات دانات العين واصله سالم بن حمد بن دري الفلاحي يحتل المركز العاشر. هكذا النتيجه مشاهدينا الاعزاء، عشره اسماء انطلقت، عشره اسماء بحثت عن الناموس وطريق النجاح والتحدي في
ميدان المرموم، ولكن عودة إلى البداية وعودة إلى الشديلان، من يسيطر على المركز الأول وناموسي هذا الشوط، رأس الحربة يا سلام يا الشدي، حمد بن نافع الشدي مشاهدينا الكرام هو على رأس المجموعة بعد تغيير مفاجئ في انطلاقة هذا الشوط، 1200 على خط النهاية، وين بن نافع الشدي في المركز الأول، لكن محمد بن سعيد بن حليس الزرعي وصل الآن وخذ المركز الثاني، وصل وخذ المركز الثاني، شعار من السلطنة، بينما المركز الثالث شعار النيادي واصل، شعار النيادي واصل مشاهدينا الأعزاء، وها هي نعايم سعيد بن راشد بن عبيد النيادي، ولكن مياسة واصلة، هناك عبد الله بن ثعيلب الهايري يحتل المركز الرابع، وهناك سالم بن هلال بن مبارك العفاري وصل خذ المركز الخامس، من سجل نقطة كذلك في صباح هذا اليوم، المركز السادس هناك دانات العين سالم بن حمد بن دري الفلاحي، وفي المركز السابع ياتي شعار مبارك بالعود العامري في المركز السابع، المركز الثامن عادت من خلال هذه اللحظات مشاهدينا الكرام تغرودة وسالم راشد بن حمد بن غدير، لكن اعود الى الزرعي محمد بن سعيد بن حليس الزرعي وصل مشاهدينا الكرام ليقدم لنا سلهوده، سلهوده مشاهدينا الكرام تشوط تقوده، حتى هذه اللحظات هي المفروده هي المنفرده هي التي تسير بناموس هذا الشوط، ها هي مشاهدينا الاعزاء سلهوده على صداره الشوط، لكن يحاول العفاري واصل، واصل مع الوثبه، الوثبه وعبد الله بن هلال العفاري واصل، واصل العفاري واصل راعي الوقن، ولكن بن حليس مسيطر، محمد بن سعيد بن حليس الزرعي يسيطر حتى هذه اللحظات على المركز الاول وصدارة هذا الشوط، سلام للسلطنة السلام، واسعد الله صباحكم على هذا الفوز والانتصار يا الزرعي، يا الزرعي ينطلق مباشرة من خلال هذا الاداء، والسلام يا هالي يا عجعلان بني ابو علي في انطلاقة هذا الشوط، في انطلاقة هذا التحدي، تهانينا والناموس محمد بن سعيد بن حليس الزرعي على الفوز والانتصار، انتصار المركز الثاني محمد بن هلال، أو في المركز الثاني هناك الوثبة عبد الله بن هلال العفاري، المركز الثالث تغرودة سالم بن راشد محمد بن غدير، رابعا ياتي حمد بن نافع الشدي، دانات احتلت المركز الخامس سالم بن حمد بن دري الفلاحي، هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل من خلال هذا الأداء والنتيجة، ولكن في اللحظات الأخيرة استطاع الزرعي أن يحسم هذا الشوط لصالحه في لقاء هذا الشوط في تحدي هذه اللحظات المميزة، وهذه لحظات وصوله إلى خط النهاية، 7 دقائق مشاهدينا الكرام سلهوده من خلال الاداء، و50 ثانيه وجزء واحد من الثانيه محمد بن سعيد بن حليس الزرعي على الفوز والانتصار بالمركز الاول، بينما المركز الثاني كانت هناك الوثبه من تتواجد عبد الله بن هلال بن مبارك العفاري، ب7 دقائق 50 ثانيه وجزئين من الثانيه تهانينا والناموس على هذا الانتصار، بينما المركز الثالث مشاهدينا الكرام كانت تواجد بالمركز الثالث، هنا لحظات وصول في هذه اللحظات تغرود لسالم بن راشد بن حمد بن غدير، 7 دقائق 54 ثانية، 4 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار في هذه الأماكن. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام يتجدد اللقاء ويتجدد الترحيب والتحية لحضراتكم في تجدد أشواط